في هذا الفيديو سوف تتعرفون على برنامج سوف يساعدكم في تعلم اللغة الإنجليزية. هذا البرنامج يمكنه أن يتحدث معكم وأن يجيبكم عن أغلب الأسئلة التي تسألونه، بالإضافة إلى ذلك يمكنه أن يسألكم هو أيضا. كيف ذلك؟ شاهدوا الفيديو حتى النهاية، لأننا في هذا الفيديو سوف نعطي بعض المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج، كما أننا سوف نقوم بتجربته. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة English Seed لتعلم اللغة الإنجليزية، ومرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد، ونخبرهم بأن هذه القناة هي قناة تهتم بتعليم وتدريس اللغة الإنجليزية. لذلك إذا كنتم مهتمين بتعلم هذه اللغة فاشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه حتى تتوصلوا بالدروس المقبلة، وأنصحكم أيضا بمشاهدة الدروس السابقة لأنها دروس مهمة جدا. بعد الفيديو الذي نشرته حول أفضل تطبيقين لتعلم اللغة الإنجليزية، جاءني سؤال من حكيم صامد وهو متابع للقناة، وسألني ما هو البرنامج الذي تحدثت معه في هذا الفيديو، وهو يقصد هذا المقطع. What is TED? According to TED Talks, TED is a non-profit devoted to spreading ideas, usually in the form of short, powerful talks. Okay, Google. Thank you. My pleasure. حسناً، سوف أجيبك عزيزي في هذا الفيديو كما أجيب كل التساؤلات التي تتركونها في التعليقات. اسم هذا البرنامج هو Google Assistant، Google Assistant أو مساعد جوجل. يمكنكم الحصول عليه انطلاقاً من تحميلكم لجوجل آب أو تطبيق جوجل في هواتفكم، ثم بعد ذلك استمتعوا بالمحادثة. هذا المساعد الذكي صنع لكي يساعدنا في القيام بالأشياء التي كنا نفعلها يدوياً في هواتفنا، مثل الاتصال، إرسال رسائل نصية، معرفة تاريخ اليوم، معرفة أحوال الطقس وغير ذلك. كل هذه الأمور وغيرها يمكنه أن يفعلها هذا المساعد، فقط قم بإخباره وسوف يلبي طلبك. وبطبيعة الحال هذا البرنامج لا يمكنه أن يحل محل الإنسان حينما يتعلق الأمر بالتواصل، لكن ما أثار انتباهي في هذا البرنامج هو ذكاؤه واستطاعته الدخول معك في حوار باللغة الإنجليزية وأن يجيبك عن أسئلتك باللغة الإنجليزية. أحياناً يمكنه أن يسألك هو أيضاً باللغة الإنجليزية. هذا الأمر يمكنه أن يفيدنا نحن كمتعلمين لهذه اللغة، وهذا هو المثال. What is my name? Your name is Sam. It is not my name. Okay, what should I call you? You can call me Alex. You'd like me to call you Alex, is that right? Yes. Sure, I'll call you Alex from now on. Thank you. My pleasure. How are you today? I'm great, thanks for asking. Can you tell me a joke? What do you call a shoe made out of a banana? A slipper. That's funny. Humor isn't my best feature. Can you send a message? Who do you want a message? I want a message John. That's John on WhatsApp, is that right? Yes. Okay, do you want to send a message to John? What's the message? I hope you are well. So, that's a message to John saying, I hope you are well. Do you want to send it or change it? I want to change it. Okay, do you want to send a message to John? What's the message? Are you coming tomorrow? Sending your message to John. بقي أمر مهم، وهو إذا أردتم أن تتحدثوا مع هذا المساعد يجب أن تنادوه بهذه العبارة أو بهذه العبارة حتى يتحدث معكم. وإذا أردتم أفضل تطبيقين لتعلم اللغة الإنجليزية فهذا هو الفيديو،
وأفضل الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية هذا هو الفيديو. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. إذا استفدتم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وكذلك مشاركة هذا الدرس مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. إلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد، أراكم بخير. Bye.